بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. دامت علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. بنكمل مع بعض بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس موضوعنا الهام عن الإنسان المسيحي وحياة البر والقداسة والكمال. ومن ضمن الوصايا اللي وضعها لنا ربنا في الوصايا العشرة علشان يخلينا نتمتع بحياة القداسة والطهارة والكمال وصية لا تزني. وصية لا تزني ضمن الوصايا العشرة اللي أعطاها الله للإنسان، وإحنا مطالبين بكل الوصايا، فالوصايا ليست قاصرة على العهد القديم، ولكننا مطالبين بها بأكثر تدقيق لأننا نطبقها على ضوء التعليم المسيحي. وأقول مقدمة عامة عن الوصايا وأهميتها، يكفي أن نقول أن من أهمية الوصايا أن الله تكلم بها بفمه وكتبها بأصبعه وسلمها إلى موسى عبد الله وكليم الله. ورقم عشرة يرمز إلى الكمال، لذلك لما نقول الوصايا العشرة مش بس في الكتاب المقدس عشر وصايا، ولكن هي ترمز لكل وصايا الله. أنا فاكر مرة تكلمنا في موضوع برضو كسلسلة عن 100 وصية في الكتاب المقدس بيوصينا بها ربنا اللي احنا نعيشها ونعملها. فرقم عشرة هو رقم للكمال، وهو يلخص الوصايا، لأن العشر وصايا هي لتنظيم العلاقة بين الإنسان والله وبين العلاقة وبين أخوه الإنسان. عشان كده ربنا كتبها بأصبعه على لوحين. اللوح الأول بيشمع 4 وصايا، وهي دي اللي بتنظم العلاقة بين الله والإنسان، واللوح الثاني 6 وصايا وبتنظم العلاقة بين الإنسان وبين قريبه. لعل العشور جت من رقم 10، لأنه ربنا بيفترض أن كل ما أعطاه لنا هو 10 أعشار، واللي بيطالب أن احنا نقدهم له 1 من 10 اللي سميت بالعشور. ولعل أيضاً السبب اللي ربنا خلاه يشبه العالم كله برقم 10 في المثل بتاع 10 عزارة، 5 الحاكمات و5 الجاهلات، يؤكد موضوع أن رقم 10 رقم للكمال. وعلى نفس المثال، المثل بتاع 10 وزنات والمثل بتاع 10 دراهم، رقم 10 رقم للكمال. ولما الشاب الناموسي تقدم إلى المسيح وقال له ما هي أعظم الوصايا، فقال له ربنا يسوع المسيح: تحب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك ومن كل فكرك، هذه الوصية الأولى، والعظمى والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهذا يتعلق الناموس كله والأنبياء. إنجيل معلمنا متى إصحاح 22 عدد 35 و36. بهذا يتعلق الناموس كله والأنبياء، يعني نقول إن 10 وصايا هي ملخص لوصايا الله للبشرية، والأربع الوصايا الأولى ملخصها: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك ومن كل نفسك، و6 وصايا الأخيرة ملخصها: تحب قريبك نفسك. ولو حبينا اللي احنا نجمع المجموعتين دول، محبة الله ومحبة القريب، ونحطها في وصية واحدة أو في آية واحدة، كل ده يلخصه عبارة وآية الله محبة. اللي يحب ربنا من كل قلبه ومن كل فكره ومن كل قدرته هيحب قريبه كنفسه وأحسن من نفسه. الوصايا دي كانت معروفة قبل ما تتكتب على اللوحين لما ربنا سلمهم لموسى، بالتعليم الشفاهي اللي ربنا قالها لآدم والحواء والأولادهم لغاية لما سلمها مكتوبة إلى موسى. لألا يظن الإنسان أن هناك فترة من الفترات كان الله يعفي الناس من تطبيق الوصية، وبعدين أيام موسى أعطاهم الوصية. جميع الوصايا العشرة
الله علمها لآدم وذريته وكان بيطبقوها بطريقة شفاهة لغاية لما كتبت علشان خاطر تبقى تذكرة أمامهم وأمامنا إلى أبد الآبدين. على سبيل المثال وصية لا تزني اللي هنتكلم عليها النهاردة، كان يوسف يعرف جيدا أن هي نجاسة وأن هي خطية، وكان يحمي نفسه بقوة الله من الوقوع فيها. والفرق بين يوسف وموسى 430 سنة، ولما مرات فوطيفار عرضت عليه الخطية قال لها كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله، فعارف أنه شر وأنه شر عظيم وأنه خطية أمام الله، واستطاع يوسف بعفته أن هو ينجو من النجاسة ومن الخطية. وصية العشور كانت موجودة أيام إبراهيم، وفرق بين إبراهيم وموسى زود عليها كمان 180 سنة، فوق 430 سنة. لما إبراهيم رجع من كسر الملوك العشرة عدى على سليم اللي هي فيما بعد صارت أورشليم، وملك سليم استقبله ويقول الكتاب أنه كان كاهن الله العلي، فإبراهيم راح مقدم له العشور لأنه هو كاهن الله اللي يقبل التقدمة بتاعة ربنا، فكون أنه هو بيعشر له كل ما اغتنمه من الحرب أو كل ما دخل إليه، يبقى معناه أن إبراهيم كان عارف وصية العشور قبل أن تكتب بأكثر من 550 سنة، وهكذا بالنسبة إلى باقي الوصايا. ده اللي خلى معلمنا داود النبي يحب وصية ربنا، ويقول لكل كمال رأيت منتهى وأما وصاياك فواسعة جدا، وده في المزمور الرائع 119. ويقول أيضا وصية الرب مضيئة تنير العينين، وصفها أنها أحلى من العسل وقطر الشهد. وجي فرصة من الفرص في إحدى السنوات اتكلمنا عن الوصايا العشرة في المفهوم المسيحي، واتكلمنا عليها في اجتماعات لدرس الكتاب، أنا فاكر عصرة القديس ماري جرجس والأنبا إبراهام، واتكلمنا عليها في اجتماع السيدات، لأنه ما يقدرش الإنسان يعيش من غير الوصية، وبرهان حب ربنا حفظ الوصية زي ما قال من يحبني يحفظ وصاياي. خلينا نركز النهاردة في موضوع لا تزني علشان دي هتقودنا إلى الموضوع الكبير بتاعنا، كيف نحيا في حياة القداسة والبر والكمال. وصية لا تزني هي الوصية السابعة في الوصايا العشرة، وهي الوصية الثالثة في اللوح الثاني الخاصة بتنظيم العلاقات بين الإنسان وقريبه. واللي خلى ربنا يقول لا تزني لأنه خطية الزنا بشعة. يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس اهربوا من الزنا، كل خطية فعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، ولكن الذي يزني يخطئ إلى جسده، في كورنثوس الأولى 6:18. ويشرح معلمنا بولس الرسول خطورة الخطية دي لما يقول ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا، في كورنثوس الأولى 6:15. ويضيف يقول ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس وأنكم لستم لأنفسكم، فمجدوا الله في أجسادكم، في كورنثوس الأولى 6:19-20. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله الله سيفسده، والترجمة الدقيقة الله سيتركه إلى فساد نفسه، لأن هيكل الله مقدس الذي هو أنتم، ودي موجودة برضو في رسالة كورنثوس الأولى. يعني إذن الذي يزني يخطئ إلى أعضاء المسيح ويفسد هيكل الله ويتركه الله إلى فساد نفسه. عشان كده برضو معلمنا بولس الرسول في نفس الرسالة بس في الإصحاح الخامس وعدد 9 يقول لا تخالطوا الزناه ولا تواكلوا مثل هذا، اعزلوا الخبيث من وسطكم. واللي يزود خطورة خطية الزنا إن هي خطية مركبة، هي مش بس قاصرة على خطية الإنسان نحو نفسه أو نحو غيره، إنما هي خطية موجهة لله لإفساد هيكل الله وموجهة لنفسه، فالإنسان بيفقد عفته
وطهرته وقدسته وبيديه نتنفسه وبيتلب صحته. وهيكل الله مقدس، والخطية دي بتشمل الإنسان كله، كل ما فيه يخطئ، بيخطئ بفكره وبحواسه وبقلبه وبجسده وبروحه. علشان كده قال اللي بيعملها يبقى عدو لله. معلمنا يعقوب في رسالته يقول في الإصحاح الرابع عدد 4: أيها الزناه، يعني بيوجه الكلام للناس اللي بيعملوا الخطية دي سواء كان رجال أو ستات، أيها الزناه والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. اللي بيزيد بشاعة خطية الزنا أن هي مرتبطة بعبادة الأصنام، يعني أصبحت في الكاتيجوري بتاعة أهل العالم مش بتوع ولاد ربنا، هي من تصرفات أهل العالم البعيدين عن الله، وما يصحش أن هي تبقى موجودة في وسط المؤمنين بالله. لذلك أهم شيء أو من أهم الأشياء اللي كنيسة الرسل بقيادة القديس يعقوب أسقف أورشليم في المجمع الرسول الأول اللي نعقد في مدينة أورشليم حوالي سنة 52 ميلاديا، واللي اجتمع فيه الرسل وقالوا قال الروح القدس ونحن، قرار مهم جدا كان بسبب يا ترى الناس الأمميين أو الوثنيين اللي عايزين يخشوا في المسيحية يخشوا عن طريق التهود أولا، يعني يختتنوا ويعملوا كل الغسلات التطهيرية والعادات اليهودية ويعملوا الباسوفر والحاجات دي وبعدين نعمدهم ونقبلهم في المسيحية، ولا ممكن يخشوا في المسيحية على طول من غير التهود. والحقيقة كان في رأيين، وكان في بعض من التلاميذ أو الرسل بيأكد الرأي ده وبعض الآخر بيأكد الرأي الثاني، ولكن يورونا حلاوة المؤمنين والخدام الأمناء اللي بيخضعوا نفسهم للروح القدس. قالوا احنا هنختلف ليه؟ تعال نقعد مع بعض نصلي ونسترشد روح الله القدس. ودرسوا الموضوع بعد الصلاة وبعدين قرروا بقى. قال قال الروح القدس ونحن. ايه القرار؟ ألا يثقل على الراجعين من الأمم إلى الخلاص، بل يمتنعوا عن المخلوق والزنا والدم وعبادة الأصنام، وبعد كده يخشوا في الإيمان. قال يعني ما فيش داعي يعدوا على التهود، بس أهم حاجة يخشوا في المسيحية من غير عبادة أصنام، لأن دي أي أهم حاجة بتميزهم أنهم عبد الأصنام، ونمرة اتنين بتميزهم يمتنعوا عن الزنا. يعني ما نقدرش ندخل واحد عابد صنم جوه الكنيسة، وبالتالي ما نقدرش ندخل واحد الزاني جوه الكنيسة، لأن في ارتباط كبير جدا بين موضوع الزنا وبين عبدة الأصنام. وأيضا يمتنعوا عن ما زبح للأصنام ويمتنعوا عن المخلوق. دي الأربع شروط الأساسية اللي الكنيسة بتقبل بها إنسان وثني للدخول في المسيحية: عبادة الأصنام بالكمال اخلعها من العالم، واتحط موضوع الزنا بعد عبادة الأصنام. أنا عايز أقول أكتر من كده، إن ربنا كان بيسمي شعبه لما بيعبدوا أصنام ويتركوه هو الإله الحقيقي وحده، زي ما قال مرة: تركوني أنا ينبوع الحياة وذهبوا يبحثون عن أنفسهم عن أبار لا تنبع ماء. تركوني أنا الإله الحي الخالق وعبدوا المخلوق دون الخالق. ربنا وصف الناس اللي هم تركوه كإله حقيقي حي خلقهم وعبدوا المخلوقات أنهم ناس زناة، حتى لو ما كانوش عملوا خطية الزنا بالجسد أو الزنا الفعلي. يقول ربنا على لسان أرميا النبي: زنت العاصية إسرائيل وانطلقت إلى جبل عالي وإلى كل شجرة خضراء، وزنت هناك ولم تخف أختها الخائنة يهوذا، بل مضت وزنت هي أيضا، وكان من هوان زناها أنها نجست الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر، في سفر أرميا 3 من عدد 6-9. ده ربنا قال في سفر القضاء في عدد 2-17 لما برضو بني إسرائيل عبدوا الأصنام في عصر القضاة، قال كده: إنهم لقضاتهم أيضا لم يسمعوا، بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها. لأن الزنا الفعلي إنسان بيخون ربنا وبيخون مراته أو هي بتخون زوجها، والزنا الروحي الناس اللي بتعبد الأصنام بيخونوا ربنا
بيشركوا بربنا فبيعبدوا معاه آلهة أخرى أو ما بيعبدوش هو وبيعبدوا الآلهة الوثنية. شوف العبارة اللي ربنا يقولها في أرمية: وكان من هوان زناها أنها نجست الأرض. وده يؤكد بشاعة خطية الزنا أنها نجاسة، فإن الزناه ينجسون أجسادهم وينجسون جسد من يخطئ معهم وينجسون جسد الرب، وبقى كده إيه؟ ينجسون الأرض كلها. حتى إن الرسول بولس بيقول: أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، تعارة، في غلاطية 5:19. استعمل تعبير نجاسة لدرجة يكفي إن الواحد لو جه عمل الخطية ومش عايز يخش في تفصيلات يقول أنا وقعت في خطية النجاسة، لو مش عايز يقول كلمة زنا بتبقى مفهومة مش كده وبس. ممكن واحد يقول أنا وقعت في الخطية بالألف واللام ويتفهم إن هي خطية النجاسة، يعني كل الأخطاء دي كوم، إنما لو قال كلمة وقعت في الخطية على طول يبقى مفهوم إن هو بيتكلم على الموضوع ده. يقول معلمنا بولس الرسول في كولوسي 3:5: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة، الردية. وقال لأهل أفسس، ودي رسالة بندرسها اليومين دول في اجتماع السيدات: وأما الزناه وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم، ما يصحش تبقى موجودة في جماعة المؤمنين، وربط بين الزنا والنجاسة والطمع، فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. في أفسس 5:3-6، شوف التعبير: لأن بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. يأتي غضب الله على أبناء المعصية؟ تاريخ الكتاب المقدس بيؤكد كده. أشد عقوبة وقح الله على الأرض كانت بسبب خطية الزنا. يقول الله في سفر التكوين: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات من أبناء الله، رأوا بنات الناس أنهن حسنات، وبعد كده انحرفوا. فجي ربنا، ده في سفر التكوين الإصحاح السادس لسه يا هادي في الأوائل خالص، يقول: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. قال: نهاية كل شر كان أتت أمامي، كفاية لغاية الخطيئة دي بقى وبس، لا يدير روحي في الإنسان إلى الأبد. ومن هنا جت عقوبة الطوفان، ومحى الله كل الإنسان إلا على وجه الأرض ما عدا نوح وزوجته وأولاده الثلاثة حام وثام ويافس وزوجتهم الثلاثة. ونقول كده: يا رب، يا من عمرت الأرض بنوح وذريته، بارك الآن يا رب. ده بسبب خطية الزنا مش بس ربنا بيغرق بالطوفان، ده ربنا بيحرق بنار وكبريت. في حرق سدوم وعمورة كانت خطية زنا بصفة عامة، وكانت خطية انحرافات وشذوذ جنسي بصفة خاصة. ولذلك الهوموسيكشواليتي في التاريخ القديم يسموها السودومية نسبة إلى سدوم. وأنا بجهل كنت بعمل بحث على موضوع الشذوذ الجنسي ورأس الكنيسة، رأي الكنيسة الأبطية فيه، الكلام ده زمان 84، وحتى دور في أقوال الآباء عن رأيهم في الشذوذ الجنسي، ورجعت الأقوال كثيرة، إن أنا لاقي الترم بتاع هوموسيكشواليتي مش لاقيه خالص. فكلمت أبونا أثناسيوس فرج وهو يسبقني جدا في العلم والمعرفة، فقلت له: إيه الحكاية؟ واخد دكتوراه هو في الآباء، مفيش حد من الآباء اتعرض على موضوع الهوموسيكشواليتي؟ قال لي: ده كتير جدا. قلت له: مش لاقي ولا حاجة، ابعت لي. قال لي: أنت بتدور فين؟ قلت له: بشوف تحت بند الهوموسيكشوال، ليزبيان، جين، مش لاقي حاجة خالص. قال لي: كل دي تعبيرات جديدة، بص تحت بند السودومية، شوف كلمة سودومية وهتلاقي قد إيه. وبعدين ابتديت أدور تحت كلمة سودومي أو سودومية، اتلاقيت بقى القديس يوحنا فم الذهب شارح رسالة روميا وفي الإصحاح الأولاني والتاني كاتب حاجات كثيرة جدا، والقديس كيرلس والقديس باسيلوس والقديس أغرورس كاتبين بقى حاجات عجيبة جدا. فهي مشهورة بكلمة السودومية، ولغاية النهاردة في كتب الطب تلاقوها مكتوبة أندر سودومي أو سودومية. يهوذا الرسول اللي كتب الرسالة، وده غير يهوذا الإسقراطي، يقول إيه؟ كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولها ازنت على طريق مثالها،
وذهبت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية. يعني ليه ربنا حرقت سدوم وعمورة؟ قال عشان خاطر تبقى عبرة مكابدة عقاب نار أبدية. ففعلا بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. الزنا ممكن يسمى بالفسق لما يكون بين المتزوجين أدلتري، ممكن يسمى بالدعارة فورنيكيشن لو كان بين الناس المدمنين حتى لو كانوا مش متجوزين، ويسمى بالسودومية بالنسبة للشذوذ الجنسي. والزنا على أنواع، الزنا بالفكر والزنا بالحواس والزنا بشهوة القلب وحتى الزنا في الأحلام والزنا باللسان والزنا في الأذان والزنا في الكتابة والزنا بالنية والزنا بالفعل. أصل في بعض الناس ما يجيش يعترف بخطية الزنا إلا لو وقع في الفعل ويشعر أنه مش طايق نفسه، فأقول بقى لا خلاص لغاية كده كفاية جدا، أنا لازم أعترف أريح ضميري. وفي طبعا برضو بيعملوا ما بيعترفوش. إنما اللي وقع الإنسان في الفعل هو أنه هو كان يزني بفكره وبحواسه وبقلبه وبتنطبع على أحلامه وبلسانه. في ناس ساعات تقول نكت قبيحة جدا كلها في الأمور الجنسية والناس تضحك، هو بيدنس فكره ويدنس فكر الآخرين. والزنا بالأذان لما الواحد بيسمع، والزنا بالكتابة، وفي ناس بتكتب المجلات بتاعة البنوغرافي ده زنا بالكتابة، بيثيروا الناس، أو بالأفلام وبالنية. عشان كده المسيح قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، ومن نظرت إلى رجل فقد زنى بها في قلبها. مش هنستنى لغاية لما الواحد يصنع الفعل. عشان كده بقول احنا بندرس الوصية العشرة بمفهوم مسيحي. سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، طبعا مطالبين احنا بوصية لا تزني، بس أكثر من كده أن احنا مطالبين ألا نقع فيها، لا بالفكر ولا بالفعل ولا بالقول ولا باللسان ولا بجميع الحواس. عشان كده بقول لرب إن كنا أخطأنا إليك بشيء بعلم أو بغير علم أو بالفعل أو بالقول أو بجميع الحواس أو بالنية، اغفر واصفح لنا يا الله. إيه العلاج؟ في علاج من نواحي سلبية وفي علاج من نواحي إيجابية. النواحي السلبية هي الهروب من الخطية والبعد على جميع المسرات والعثرات، والهروب أيضا من الفراغ. الناحية الإيجابية هي استغلال طاقات الإنسان وعواطفه في الروحيات وفي محبة ربنا اللي بتطرد كل محبة للخطية ومحبة أميلة للناس اللي تغنيه عن المحبة الخاطئة. والحقيقة أنا عايز أشيل كلمة الهروب من الخطية من النواحي السلبية وأحطها في النواحي الإيجابية بالذات في الموضوع ده، لأن الهروب من خطية الزنا مش ناحية سلبية، هي ناحية إيجابية أو تقود للنواحي الإيجابية. أو عايز أقول هي مش ضعف. في ناس يقول لك الهروب ده ضعف، علامة جبنة أو ضعف. لا، مش في الحاجات دي، مش في الحاجات دي. ده يقول أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. يوسف هرب. لو يوسف قاعد يقول أنا أقدر أن أنا أنتصر على الإنسان دي، هشوف هتعمل فيها إيه يعني؟ هتاخدني في أوضة لوحدينا؟ نروح في أوضة لوحدينا. هتعمل إيه يعني أكتر من كده؟ وبعدين يعني حتى لو حاولت تعمل حاجة أنا أقدر أوقف عند حدها في أي مرحلة من مراحل الخطية. عارفين لو ساب نفسه يعمل كده كان ضاع. ولكن مجرد لما جيت قرب منه وعرضت على الخطية، بعيد عني يا ست أنت، أو هي تقول له ابعد عني يا راجل أنت كده على طول، الواحد عايز يضمن أبديته. وبعدين لما جيت تشده من هدومه جري وساب هدومه، هل خليها تاخد السوق ده؟ حتى ده يعني من ملكهم هم. أنا جيت يعني غلبان، كنت مرمي في دير وجوزها أو هي دون الهدمة دي. سيدنا البابا يقول مديحة رائعة أو شعر رائع في الموضوع ده، يقول لها إيه؟ هو ذا الثوب خذيه إن قلبي ليس فيه، إنه من مالك أنت لك أن تسترجعيه. إنما جسدي ده اللي هو هيكل الله ما تقربيش منه. وده مين يقول كلام ده؟ يوسف. هنتكلم كتير عن يوسف بقى كده. يوسف قبل الوصية المكتوبة بربعمية وثلاثين سنة. طب وإحنا نقول إيه اللي قال علينا بولس الرسول؟ نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. الهروب هنا قوة. عشان كده سليمان الحكيم لخبط، ما عرفش يهرب في الأول، وقع. سليمان الحكيم، مين فينا عنده حكمة سليمان؟ ومين عنده عظمة سليمان؟ ولسه في العشاء امبارح كنا بنقول تأملوا إلى زنابع كالحقل ولا سليمان كان يلبس كواحدة منها.
سليمان الحكيم لأنه بعد عن ربنا فترة لخبط زنا وعبد أصنام وصنع هياكل للأصنام، بعدين في الآخر فاق وتعب ورجع، والباطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. بعدين ابتدى ينصحنا بخبراته يقول: أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي الإنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ طب إيه هي النار دي اللي الناس بتاخدها في حضنها، أو الجمر اللي الواحد يمشي عليه؟ راح واخد التشبيه وقال: هكذا من يدخل على امرأة صاحبه. أمثال 6 من عدد 27 ل 29: هكذا من يدخل على امرأة صاحبه. فالهروب علامة قوة. قبل ما يتحول الإنسان إلى من الفكر إلى الفعل ويقدس فكره في المسيح يسوع، زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس 2:5: مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. مستأثرين يعني نحوط فكرنا بطاعة وصية المسيح، فلا نخطئ إلى الله أو إلى أنفسنا أو إلى الآخرين. الهروب من المعاشرات الردية ده مهم جدا. أما تعلمون أن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة؟ ولذلك أول مزمور وضعه الله في الكتاب المقدس في سفر المزامير: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. والكنيسة عشان عرفت الحكمة أن ربنا خلى المزمور ده يبقى أول مزمور، راحت واخداه وحطته أول مزمور في الأجبية. أفتح صلاة ذاكر، وعندنا بقى حوالي 87 مزمور بنصليهم في 7 صلوات. أفتح صلاة ذاكر وأقول المقدمة وأقول الحاجات اللي في الأول دي، وبعدين ألاقي أول مزمور طوبى للرجل. وترجمة الحقيقة كلمة الرجل يعني طوبى للإنسان، فتنطبق على الرجل أو على المرأة. في أول حاجة رايح الصبح الشغل، خارج في الشارع، خلي بالك: طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. وتبدأ الخطية أن الإنسان يسلك في مشورة الأشرار، وتكمل لما الإنسان يقف مع الخطاة، وتزيد لما الإنسان يقعد في مجلس المستهزئين. الأول ماشي عجبوا الحال، وقف معهم شوية عجبوا الحقتر، قعد معهم، وكان سكوت هذا الإنسان عظيما. فالكنيسة تحذرنا من السلوك ومن الوقوف ومن الجلوس. واخدين بالكم الثلاث مراحل؟ ومعلمنا بولس الرسول يأكد الكلام ده، لأن الكتاب المقدس قلنا واحدة واحدة: لا تشكلوا هذا الظهر، يعني ما تكونوش على شكلهم، بل تغيروا عن شكلكم بتغيير أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الحية. معلمنا بولس يقول في روميا بقى في أولها، روميا 12 صح الأولاني، ويأكد على الموضوع ده: قدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية أمام الله، عباداتكم العقلية. وبعدين يقول: ولا تشكلوا أهل هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلهم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الحية المرضية. لما محبة ربنا بتملك على قلب الإنسان تترك كل محبة غريبة، ودي بداية الناحية الإيجابية. تبدأ بمحبة الله من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل القدرة، وبعدين تنعكس على محبة القريب. فلا يكفي الهروب من الخطية بتاعت الزنا ونسيب القلب فارغ من محبة ربنا زي الإنسان اللي كان عليه شيطان وخرج منه وما رجعش بقى للصوم والصلاة والعبادة والتوبة والاعتراف والتناول. الشيطان مرة معدي بص كده على صاحبه القديم قال: ياه ده فاضي ومزين ومكنوس، طب أنا أخش فيه تاني. وبعدين بص كده تلاقيه واسع قوي، قال: لا إحنا بنحب بعضك يا جماعة الشياطين. راح جاب 7 شياطين أشر منه ودخلوا في هذا الإنسان، والمسيح يقول لنا: وكانت أواخر هذا الإنسان أشر من أوائله. عدم الوقوع في الخطية مش هي دي حياة القداسة اللي بنتكلم عليه، دي أول مرحلة. بعد كده الواحد يغذي نفسه بجو روحي أمين ومستمر، قم الإنسان يحفظ نفسه من الوقوع في الخطية، ده عمل الله فيه. قديس أغسطينوس يقول: أحبب الله وافعل ما شئت، لأن لما أحب ربنا من كل قلب ومن كل فكر ومن كل قدرتي، كل ما سأصنعه سيكون حسب مشيئة الله. من يحبني يحفظ وصاياي. ومن ضمن وصايا ربنا عندنا شوفنا وصية: لا تزني. حبنا لربنا يدفعنا أن احنا نتمم كل وصية الله
ومن ضمنها الوصية دي بكل أبعادها، ويساعد الإنسان على كده أنه هو يلتصق بالله ويقرأ الكتاب المقدس ويحاول يفهم الكتاب المقدس ويقرأ تفسير الآباء، يحاول يطبق الكلام على نفسه ويساعد أسرته أن هم يفهموا الكتاب المقدس. يقول ربنا شعبي هلك من عدم المعرفة، يقول فتش الكتب لأنكم تجدوا فيها حياة وهي تشهد لي. ويساعد أيضا الإنسان على حياة القداسة والبر والبعد عن الخطية دي أن هو يقرأ سير القديسين، يقول الكتاب انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم، وبالذات قديس التوبة. عندنا جماعة اسمهم قديس التوبة زي القديس موسى الأسود ومريم المصرية والقديس أغسطينوس. القديس أغسطينوس قال أحسست أنني أجلس فوق قمة العالم حينما أصبحت لا أشتهي فيه شيء ولا أملك فيه شيء، مع أنه كان إنسان زاني في فترة من الفترات وخلف ولد من الحرام، كان عايش مع واحدة ما كانش متجوز معاها. فلما بيتكلم عن التوبة وبيتكلم عن القداسة وبيتكلم عن النقاوة عن خبرة، والميزة بتاعت القديس أغسطينوس والميزة بتاعت موسى الأسود والميزة بتاعت مريم المصرية وغيرهم من قديس التوبة، إن وانس إن هم تابوا مرة خلاص، مش حاجات يتوب ويرجع ويرجع في الخطية ويروح يعترف بتاني ويقع في تاني، دي مش توبة. عشان كده يساعد الإنسان مواظبة على سر التوبة والاعتراف والتناول من الأسرار المقدسة. وصية الصوم، الصوم هيبتدي يوم الأربع، وصية الصوم مهمة جدا، لأن الإنسان من خلال الصوم بياخد قوة الإرادة وبينتصر بها على الشهوات الأخرى وبالذات الخطية دي. وأهم كل شيء الإنسان يصلي، قول له رب اديني قلب نقي بقى، كفاية إن احنا نعيش في أيام شبابنا أو لغاية دلوقتي في الخطية، كفاية. يقول داود النبي قلبا نقيا اخلق فيها يا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. الطهارة والقداسة والنقاوة تحتاج لمعونة من ربنا، إن هي روح القداسة والروح القدس هو الروح القدس. ده احنا بيقول في صلاة الأجبية لما بنصليها كل يوم في الساعة الثالثة، روحك القدوس يا رب الذي أرسلته إلى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين وقت الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. وفي القطعة الثانية نقول إيه؟ روح البنوة والعفة والقداسة والطهارة والعدالة والقدرة أيها القادر على كل شيء، هي هبة من الله للي عايزين يعيشوها، وجهاد من الإنسان اللي عايز ياخد ثمرة حياة القداسة لربنا المجد الدائم من الأبد. آمين.